نظمت جمعية وجد عين غزال 2000 لقاء تحسيسيا وتواصليا حول موضوع التحرش الجنسي في الفضاء العام، وذلك لفائدة 30 مستفيدة ومستفيدة من الفاعلين المحليين ووسائل الإعلام وممثلات وممثلي المجتمع المدني والجامعة، بهدف تسليط الضوء على ظاهرة التحرش الجنسي بمختلف تجلياته وسياقاته، وذلك اليوم الاثنين 31 يناير 2022 بإسلي غولف مطعم الباخرة بمدينة وجدة. إذا لقاءنا اليوم يجمع ثلاثة من الباحثات والباحثين، من الخبراء، من الشركاء، ممثلات وممثلي المجتمع المدني بالجهة الشرقية، وممثلات وممثلي المجتمع المدني كذلك على الصعيد الوطني، ممثلات وممثلي الجماعات الترابية والهيئات الاستشارية المحدثة لديها، طالبات وطلبة من جامعة محمد الأول، ممثلات وممثلي المنابر الإعلامية، من أجل تسليط الضوء حول ظاهرة التحرش الجنسي في الفضاء العام. هذا اللقاء يندرج في إطار مشروع دعم وتعزيز ديناميات المشاركة الديمقراطية للحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية التي تطال النساء على المستوى المحلي الجهوي والإقليمي. هذا المشروع الذي ينجز بشركاء اللي هما أوكسفام والحركة من أجل أوكسفام المغرب والحركة من أجل السلام، ومع تمويل من طرف اللايسيد اللي هي المؤسسة الإنمائية للتعاون الإسباني. إذن هدفنا اليوم هو تسليط الضوء حول هذه الظاهرة وهذا النوع من الجرائم، خاصة وأن الساحة الوطنية اليوم عرفت هذا النقاش عندما ظهرت أو كشف النقاب عن ظاهرة التحرش الجنسي التي تتعرض له الطالبات بالحرم الجامعي بما فيها جامعة محمد الأول، وعرفنا كيف أن بعض الطالبات تعرضنا تحت سلطة المقايضة، النقط الجنس مقابل النقط. ونحن كجمعية مجتمع مدني وكجمعية وجد عين غزال رائدة في مجال محاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي وصياغة أجوبة تضمن حماية ووقاية للفتيات في المنطقة الشرقية، ندين بهذا السلوك. نريد من خلال هذه الطاولة التحسيس ثم إذكاء والوعي الجماعي والترافع من أجل ترسانة قانونية تكفل الحماية والوقاية وجبر الضرر والعقاب والزجر كذلك وجبر الضرر المادي والمعنوي والنفسي للضحايا، ضحايا العنف بصفة عامة وضحايا التحرش الجنسي. جمعية غينا غزال 2000 بوجدة اللي كتنظم هذا اللقاء التحسيسي وهذا اليوم التحسيسي بالتحرش الجنسي، بخطورة التحرش الجنسي وأسبابه، لفائدة جمعيات المجتمع المدني، لفائدة ممثلي وممثلات هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، والهيئات المدنية بطبيعة الحال، والطلبات والطالبات والطلبة بطبيعة الحال لجامعة محمد الأول، خصوصا بعد الضجة التي أثرتها مؤخرا الأحداث اللي وقعت ببعض الجامعات المغربية والمؤسسات مؤسسات دراسية، بعض المؤسسات الدراسية بالمغرب، والأخص بمدينة وجدة الذي وقع بجامعة محمد الأول في ما يسمى بالنقط مقابل الجنس. فهذه ولات قضية رأي عام وخطيرة جدا، لأنها كتدينا لواحد المستوى خطير من التحرش الجنسي اللي ما بقيش تحرش لفظي أو تحرش نفسي أو حتى تحرش مباشر، فيمشي للتحرش الجسدي أو الابتزاز. ابتزاز هاد الأساتذة إن تبتت في حقهم هذه التهمة، لأنهم المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فإلى تبتت هذه التهمة على الأساتذة فهذا موضوع خطير جدا. يجب على الدولة أن تقوم بإجراءات زجرية باش ما يبقاش هاد النوع من التعامل في المؤسسات التعليمية المغربية،
وانطلاقا من أهمية هذا الموضوع قررت جمعية وجدة عين غزال 2000 أن تقوم بهذا اليوم التحسيسي لفائدة الطلبة والطالبات ولفائدة الهيئات المجتمع المدني وخصوصا هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع باش تحسسهم بخطورة الموضوع وتحفزهم على المطالبة أكثر في 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 المجتمع المدني والكتابة أكثر في مواقع التواصل واتصال بالصحافة. ونشكركم لأنكم جيتوا تغطيوا هذا الحدث وهذا اليوم التحسيسي، فهذا هذه انطلاقة، ونتمنى إن شاء الله هذا اليوم التحسيسي ما يكونش غير فوجدة، يكون في وجدة ويكون في بركان ويكون في الناظور ويكون في طنجة ويكون في العيون ديال الصحراء، يكون في جميع المدن المغربية. خصنا نديروا اليد في يد باش أن هذا الموضوع يعني ياخذ حقه في اعلى سلطه في البلاد حتى الاخر واحد، باش يكون عندنا واحد الايمان مشترك بان هذا الشيء ولا خطير بزاف وخصو يتوقف بالزجر، يتوقف بتغيير الوعي الاخلاقي والوعي الديني، لان هذا الشيء بزاف وهذا هو الهدف ديالنا من هذا اليوم التحسيسي. ويأتي هذا اللقاء الذي أطره الأستاذ مصطفى الويزي في إطار مشروع دعم وتوطيد ديناميات المشاركة الديمقراطية على المستويات الجماعية الإقليمية الجهوية والوطنية للحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب. وأنجز هذا اللقاء بشراكة مع الحركة من أجل السلام MPDL ومنظمة أوكسفام المغرب وبدعم مالي من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي الرامي لتعزيز الجهوية المتقدمة والعمل على جعلها عادلة ومتساوية ومستدامة، تساهم في الحد من عدم المساواة التي تؤثر على النساء والشباب في المغرب. وقد نظم هذا اللقاء بشكل يحترم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد كوفيد-19.